رحمة الله وبركاته. أتواجد اليوم في سكة القطار في عمان. هذا القطار محطة عمان في الأردن هي إحدى محطات الخط الحديدي الحجازي التاريخي الذي كان يصل بين بلاد الشام ومكة المكرمة انطلاقا من دمشق، والذي توقف العمل به منذ بدايات القرن العشرين. المبنى الأثري للمحطة يعتبر أحد معالم مدينة عمان التاريخية، وتقع المحطة في منطقية غرب منطقة ماركة وشرق المدرج الروماني بالقرب من مطار ماركة الدولي، وتتوسط محطة عمان الطريق بين محطة الزرقاء ومحطة معان. هذا هو المكان الجميل في محطة عمان.